أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت
قدرت عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى للذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا قليلا.